اول شيء نصبح عليكم ولا نمسي عليكم؟ اللي انت مش يعني النهارده صبح كده خلاص صبح يا عم الحاج. لا انا قلت والله يعني في كذا مداخله يعني قلت انه الهلال ارهق يعني من تشيلسي. يعني الاهلي المصري كان مريح قبله بيوم، فهي المباريات كذا يعني هم كلهم فريقين كبار فتصير ظروف احيانا. مثلا يعني لو نتذكر مثلا لما كسبنا 5-2 اللي هي في القارات المنتخب السعودي والمنتخب المصري 99 كان في طرد عندهم وكذا فتصير يعني المنتخب السعودي كسب مصر 5 وانتم اليوم كسبتوا 4 كنادي كانديه. برشلونه مره مع باري ميونخ خسر 7 أو 8 كثير يعني 8 فكل مباراة لها ظروفه. ولكن الكورة يعني احنا كسعوديين مصريين كلنا حبايب يعني طبعا بس ان انت النهارده كنت متأثر جدا يا كابتن سعيد. والله مش عن متأثر، لا هذه كرة قدم ما فيها زعل فوز وخسارة يعني. بعدين انا يعني كذا تصريح قلت انه الهلال مرهق ولكن لا لو على الارهاق يا كابتن سعيد هو الاهلي مرهق كل لعيبته حتى جاي مع منتخب مصر كانوا شهر في الكاميرون ريحوا قبلها بيوم بس انه ما شاء الله يعني اسمع انا اقول لك هو يعني النادي الاهلي نادي كبير طبعا وهني الخطيب طبعا على اللاعبين الصغار يعني كان بيلعب المنتخب المصري في افريقيا وغايب من الاهلي يمكن 13-14 لا ايوه لكن ما شاء الله يعني فيه لاعبين شباب وكلهم ما شاء الله قدامهم مستقبل يعني باهر وصغار في السن ولعيبه صراحه يعني لعيبه الاهلي لعيبه صح. لكن الهلال برضه يعني شارك مرتين في اللي هي بطوله الانديه كاس العالم ولكن ممكن هم كبار في السن شويه اي فالارهاق يعني اثر فيهم شويه. النهارده صدمه لجماهير نادي الهلال الهزيمه الثقيله من نادي الاهلي 4-0. لا نادي الهلال نادي كبير فريق كبير ولكن الظروف يعني اليوم الطرد يعني صار طردين مع احترامي لكنو المفروض يعني الطرد حق كنو وبرضه بريرا ما لها اي داعي صراحه. يعني المفروض يكون اهدى من كذا وانت لاعب على الثالث والرابع فالمفروض انك تكون اهدى من كذا فكنو يعني المفروض لاعب كمان انت تسوي غلط يعني شوتها ما لها داعي. يعني لما شات اللاعب ركل اللاعب يعني اعتقد تنقص الخبره كثير يعني. هارد لك يا كابتن سعيد. حبيبي ابد احنا حبايب وكل الكوره يعني فوز وخساره بس طاهر ابو زيد لعيب كبير صراحه انا من المعجبين فيه.